السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة المتواضعة. سأتكلم اليوم عن موضوع مهم لأنه يكثر فيه تكراره في القرآن بشكل عام، وهو كلمة يوم أو أيام، وخصوصا عندما نقرنها بأفعال أو أوامر من الله تعالى، إما للخلق وإما لأي شيء آخر. مفهوم اليوم هو مفهوم بشري، وهو موجود قبل الإسلام وقبل الأديان كلها تقريبا السماوية، باستثناء يعني لنقل أيام آدم. كما أننا لا نعرف إذا كان هناك ما معناه يوم عند في الجنة مثلا، عندما كان آدم وحواء في الجنة لا نعرف إذا كان هناك أيام أو معنى للوقت، لمرور الوقت أو أي من هذا الكلام. فالله خلق هذا الكون وخلق معه الوقت الذي يحتاجه للعمليات الحيوية كي تحدث فيه وكي يقيس الناس فيه الأشياء. فالله خالق الكون وخالق الزمان والمكان أيضا، يعني هذا هو الخلق المحكم. لكن هذا الشيء لا يعني أننا نحكم على الأشياء بنفس الطريقة. يعني عندما يقول الله تعالى خلق السماء مثلا وخلق الأرض في كذا يوم وكذا، يعني هذه الأشياء لا معنى لها على في عندما نفكر فيها على مستوى خالق لهذا الكون. فهذه المفاهيم اليومية مثلا، اليوم هي مفاهيم مقترنة فقط في الأرض، مقترنة فقط بالإنسان، لا علاقة لها بأي شيء ثاني. يعني مثلا هذا اليوم يختلف على الكواكب الأخرى، وهذا الشيء طبعا معروف، يعني بإمكان أي إنسان بمرصد صغير يعرف كيف مثلا سرعة دوران المريخ حول نفسه بإمكانيات بسيطة جدا، ويعرف طول اليوم عليه، وكذلك بالنسبة للمشتري وكل الكواكب الأخرى. طبعا المشتري من أسهل كواكب معرفة اليوم عليه لسببين: أولا أنه كبير جدا، ثانيا لأنه في بعض الأشياء خاصة فيه مثل البقعة الحمراء هذه التي هي عبارة عن عاصفة كبيرة جدا على حجم الكوكب، بإمكانك أن ترى تشاهد الكوكب على عدة ليالي مثلا وترى كم تأخذ هذه البقعة حتى تدور حول الكوكب، بسيطة يعني. فاليوم على الكواكب الأخرى مختلف عن الأيام على الأرض. فمفهوم يوم، هذه 24 ساعة، هذا الوقت الذي نحن نعيشه ونقول عنه يوم، يختلف من مكان إلى آخر بالنسبة للمجموعة الشمسية، هذا على مستوى المجموعة الشمسية، ويختلف بالنسبة لكل شيء ثاني. أو مفهوم إنساني بامتياز يعتمد على دوران الأرض حول نفسها، فقمنا نحن بعمل كل الأشياء الأخرى. يعني لا يوجد مثلا في الطبيعة ما يعرف الثانية إلا ما نعرفه نحن، لا يوجد في الطبيعة ما يعرف الساعة إلا ما نعرفه نحن، وحتى تعريفاتنا نحن ليست دقيقة بتلك الدرجة ولا معنى لها نهائيا. يعني عندما نقول نحن أن الزمن كذا يعادل كذا تردد من ذرة السيزيوم لا تعني أي شيء. حتى مؤخرا تم ربط الزمن بسرعة الضوء لأنها شيء ثابت مثلا في الكون، لكن بجميع الأحوال هي تصنيفات اعتباطية. يعني لماذا قلنا مثلا أن هي جزء من المسافة أو الزمن الذي يقطع فيه مسافة كذا؟ لماذا؟ تعرف اعتباطي للثانية لأننا تعودنا عليه. ولو قمنا في يوم من الأيام بتغيير مفهوم الزمن بشكل كامل، يعني لو قال إنسان والله سنجعل اليوم 100 ساعة وسنجعل أو 360 ساعة مثلا، يعني بغض النظر إذا كان هذا الكلام سيحدث، أو سنجعل اليوم مثلا 36 ساعة حتى تكون كل ساعة مثلا 15 درجة من حركة دوران الأرض، 10 درجات من حركة دوران الأرض حول نفسها بدلا من 15، كل هذه الأشياء ممكن، ويعني ستكون هناك فترة للناس حتى تتأقلم معها عادي. فعندما يقول الله تعالى في القرآن أو في أي مكان ثاني أن خلق السماوات في 6 أيام مثلا، نحن لا نعرف ما معنى هذا الكلام. سينبري الناس ليقولوا والله المفسر قال والكذا، خلق السماوات حدث قبل خلق، يعني قبل خلق الوقت نفسه، يعني عندما تخلق الكون أنت قبل أن يخلق الوقت نفسه. فما هذه 6 أيام وما معناها هذه 6 أيام في وفي أكثر من مكان في القرآن في غير مكان ذكر أنه أن يوما عند الله بألف سنة مما تعدون، وأن يوما كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. يعني هذه النسب الغريبة جدا. أولا بعض الناس يقول أنها دليل على النظرية النسبية، هي ليست كذلك. يعني نحن نحاول دائما أن نربط أي كلمة قريبة من شغلة علمية ونربطها ونلصقها فيها، هي ليست كذلك، لكن هي أيضا تدل وبشكل مباشر على أن هناك أكثر من معنى لكلمة يوم. وهذا اليوم المعرف بالنسبة للإنسان
وخصوصا مثلا منازل القمر والتي نعرف منها عدد السنين الحساب، هي للتعريف للتدريب، يعني هي كتمبلت منهج أو شيء معين يتعلم منه الناس طرق الحساب. لكن هل هي الطريقة الوحيدة؟ لا، كما قلنا نحن هذه التعريفات وهذه التقطيعات الاعتباطية للزمن لا معنى لها. يعني هي اتفق الناس على أن الساعة 60 دقيقة مثلا، وأن الدقيقة 60 ثانية، وأن اليوم 24 ساعة، مجرد اتفاقات. وهذا الأسبوع مثلا 7 أيام، على أي أساس؟ لا نعرف، لا لا يعني لا يوجد له أساس علمي مثلا أو أساس أو سبب. يعني لو في يوم من الأيام قرر العالم أننا سنقوم بعمل تاريخ بالنظام العشري، فيكون مثلا الأسبوع، نلغي الأسبوع ونسموه العشور مثلا من 10 أيام، وكل 30 يوم مثلا أو كل 100 يوم نعتبره شهر مثلا أو شيء جديد، مسمى جديد لأي سبب. هذه الأشياء يمكن أن تحدث، يعني ليست مستبعدة، وخصوصا في تطور البشرية. عندما تتطور الإنسان وتصبح الحضارة الإنسانية عبارة عن حضارة عابرة للكواكب، يعني تسكن أكثر من كوكب، فيصبح مفهوم اليوم 24 ساعة هذا يعني مفهوم قديم، ويحين وقت تغييره بشيء أفضل، وقد يكون شيء يعني مقبول، وسيبقى مثلا للمستقبل المنظور لأنه مناسب لكوكب الأرض، ومناسب أيضا بالمناسبة لكوكب مثل المريخ، يعني عدد ساعاته قريبا من عدد ساعات الأرض دوراني حول نفسه. المقصود هنا، ويعني هذا اللي أنا أحب أن أختم فيه، هو أن عندما يقول الناس أن هذه أخذت أيام وعدة أيام، نحن لا نفهم ماذا يقصد الله تعالى بهذا المثل. يعني هو مثل خارج عن قدرات الإنسان البشرية لتحليله وفهمه، لأنه يتكلم عن فترات زمنية. هذا شيء معروف، هذا الشيء معروف محدد، نستطيع أن نتأكد أنه يتكلم عن فترات زمنية، لكن هذه الفترات الزمنية ليست الفترات الزمنية الخاصة فينا، هي لها معاني أخرى. فخلق آدم مثلا، يعني في هناك مثلا 40 يوما مثلا، الله أعلم ماذا تعني هذه 40 يوم، الله أعلم، أو 10 أيام، أو لا نعرف، هي أيام من أيام الله التي لا نعرف عنها شيئا. وورد في كما قلت في غير مكان تفاصيل مختلفة لطول هذه الفترة. ففي النهاية يعني أعتقد، وخصوصا مثلا عندما يقول أحدهم أن بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، 500 عام من ماذا؟ يعني من أيام الأرض، من أيام السماء، من أيام الله، من أيام من ماذا؟ ما هي الفترة الزمنية؟ الفترة الزمنية هي 24 ساعة في 60 في 60 مثلا، حتى نستطيع أن نقول أنها ما فترة معروفة. لا نحن لا نعرف. وينبغي للإنسان أن يتواضع عند حدود جهله، لأن هذه من الغيبيات، هذه تفرض على الإنسان أن يتواضع للخالق العظيم، يتواضع لله، تتواضع وتقول لا نعرف ولا نستطيع أن نعرف، ونحن غير قادرين، ولا يوجد لدينا أي طريقة لأن نعرف. حتى إذا قال أحدهم كالتالي، فيعني المفروض أنه ينتبه لنفسه وينتبه لكلامه. أمس على العموم بالمناسبة، يعني لأن أنا دائما ضد جماعة الإعجاز هذول العلمي وأفكارهم، بعض منها قد تكون ضعيفة بصراحة، لا تخدم الإعجاز، بالعكس هي تخدم الذين يحاولون أن ينالوا من الدين. لكن اكتشف شيء جميل جدا في القرآن وأنا أتدبره الحمد لله، طبعا رمضان فرصة جميلة للإنسان يتدبر القرآن. إذا أخذت عدد آيات القرآن، كل آية في القرآن بما فيها اعتبار البسملة جزء من الآية، يعني كل آية فيها بسملة باستثناء آية الرحمن، لا مش الرحمن، التوبة، سورة التوبة أو سورة النور. إذا أخذت كل الآيات بما فيها يعني أنه فيها بسم الله الرحمن الرحيم في بدايتها، وجمعت كل عدد الآيات الموجودة عندك، ستحصل على رقم مثير جدا ورقم مميز جدا. هذا الرقم هل تعرفون ما هو؟ هو يعادل نصف قطر الكرة الأرضية تقريبا، يعني بينه وبين نصف قطر الأرضية 99.7 تقريبا من نصف قطر الكرة الأرضية. يعني ما بعرف هل هو دليل على الكروية، الله أعلم، لكن هو نصف، يعني يعادل، يعني صدفت أن عدد آيات القرآن يساوي نصف الكرة الأرضية. سؤال لكل الناس الذين يتابعونني،
هل ورد عليكم هذا الإعجاز من قبل في أي مكان؟ أنا لا أعرف إذا حد قال فيها من قبل، الله أعلم، قد يكون، لا أعرف، لكن إذا في حد ممكن يجيب لي هاي المعلومة أكون له من الشاكرين. الإعجاز كالتالي: عدد آيات القرآن الكريم تساوي تقريبا 99.7 من عشرة أو 99.8 من عشرة من نصف قطر الكرة الأرضية. يلا بس نشوف إذا في حدا ممكن يفيدني فيها. تحياتي لكم جميعا، وأراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.